شهر رجب هو الشهر السابع من شهور السنه الهجريه وهو احد الاشهر الحرم التي قال الله عز وجل فيها ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم وهو مفتاح شهري الخير والبركه شعبان ورمضان وقد كان شهر رجب من الأشهر المعظمة عند العرب في الجاهلية، فقد سمي رجبا من الترجيب وهو التعظيم، لأن العرب كانت ترجبه أي تعظمه، فتترك فيه القتال تعظيما له ومهابة، وذكر بعضهم أن لشهر رجب عند العرب في الجاهلية أكثر من أربعة عشر اسما، منها: الأصم، لأنه لا يسمع فيه قعقعة السلاح، الأصب. لانهم يعتقدون ان الرحمه تصب فيه صبا هرم لان حرمته قديمه مقيم لان حرمته ثابته وكثره اسماء الشيء تدل على تعظيمه ولشهر رجب في الاسلام من الفضل والمكانه ما لغيره من الاشهر الحرم الا انه لا يخص بعباده معينه دون غيره من الشهور اذ لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء قال ابن تيميه رحمه الله وكذلك الاحاديث المرويه في فضل رجب بخصوصه او فضل صيامه او صيام شيء منه او فضل صلاه مخصوصه فيه كالرغائب كلها كذب مختلق وقال ابن القيم رحمه الله وكل حديث في ذكر صوم رجب وصلاه بعض الليالي فيه فهو كذب مفترى لذا وجب الحذر في هذا الشهر من المحدثات التي يقع فيها كثير من الناس ومنها تخصيصه بانواع من الصلوات كصلاه الرغائب والالفيه وغيرهما تخصيصه باخراج زكاه المال فيه تخصيص ايامه كلها او بعضها بصيام تخصيص ليله السابع والعشرين منه بعباده او احتفال بزعم انها ليله الاسراء والمعراج ولا باس ان يكثر المرء في رجب من الاعمال التي اعتاد على القيام بها في غيره كالصيام والقيام والاعتمار دون اعتقاد فضل زائد فيه بل يكون ذلك استعدادا لرمضان فرجب كالريح وشعبان كالغيم ورمضان كالمطر فمن لم يزرع في رجب ويسق في شعبان فانى له ان يحصد في رمضان